أعلن مجلس النواب بطرابلس رفضه المشاركة في اجتماع دعت إليه مصر. وقال المجلس في بيان له أن مصر لم تكن طرفا محايدا في الحرب على ما وصفها بالمناطق الرافضة للهيمنة العسكرية داخل الأراضي الليبية وعلى رأسها طرابلس. وتابع البيان أن سلوك مصر يفقدها الأهلية لتبني أي مبادرة لحل سياسي ما لم ترجع عن مواقفها السابقة. ومن جانبها لم تعلق أي جهة رسمية مصرية على البيان الليبي. يذكر أن الدعوة تأتي قبل المؤتمر المرتقب بين الأطراف الليبية في برلين. وينضم إلينا من واشنطن أستاذ عاطف عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. وينضم إلينا من طرابلس خليل كلاعي، مراسل التلفزيون العربي في ليبيا. أهلا بيك معايا زميلي خليل. وخلينا نبدأ بالمعلومات، هل لدينا معلومات عن تفاصيل الدعوة المصرية وعن جدول أعمال هذا الاجتماع وعن أسباب رفض برلمان طرابلس لها؟ نعم، ربما هذه النقطة على وجه التحديد هي التي أثارت حافظة النواب المجتمعين هنا في طرابلس، أثارت مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس. هذا المجلس أصدر اليوم بيانا قال فيه أن هذه المبادرة ليست واضحة النقاط ولا الجدول ولا المعالم، وبالتالي لا يستطيع مجلس النواب الليبي الانخراط في مثل هكذا مبادرات غير واضحة المعالم والبرنامج، إلا أن هذا السبب ليس السبب الوحيد. مجلس النواب الليبي في بيانه الذي أصدره اليوم ذكر أنه لا يمكن له تلبية هذه الدعوة والتفاعل معها بشكل إيجابي، بما أن مصر ليست طرفا محايدا في الأزمة الليبية، بل أن مصر دعمت تحرك اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحربه على العاصمة الليبية طرابلس. البيان شجب كذلك استجابة بعض النواب لهذه المبادرة ودعمهم للحرب حفتر على طرابلس، وعبر كذلك عن استعداده للانخراط في أي مبادرة يطرحها أي طرف أو أي دولة، يعني أي طرف نزيه ومحايد في علاقة بأطراف الصراع في ليبيا، وهو ربما ما يستبطن أن مصر ليست طرفا لا نزيها ولا محايدا فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا. تحدثنا إلى بعض النواب هنا في طرابلس وهذا الرفض له أساسا ثلاثة أسباب. السبب الأول أن النواب المجتمعون هنا في طرابلس يخشون من أن تتسبب يكون لهذه المبادرة أو للقبول بالانخراط في هذه المبادرة المصرية الثانية بعد مبادرة سابقة كانت في يوليو تموز الماضي، يخشون أن يتسبب القبول والانخراط في هذه المبادرة في ضرب لشرعية مجلس النواب المنعقد في طرابلس هنا، والحال أنه مجلس النواب المنعقد في طرابلس في حالة سباق لتثبيت أركان شرعيته هنا، إذ يطعن النواب المجتمعون في طبرق وهم حوالي 25 إلى 30 نائب في شرعية هذا البرلمان المنعقد في طرابلس. السبب الثاني أنه النواب المجتمعون في طرابلس هنا لا يريدون أن تتصدر مصر المشهد الإقليمي والدولي كدولة ربما يعني راعية لأي مبادرة حل الأزمة في ليبيا، خاصة أسبوعين قبل انعقاد مؤتمر برلين. ثالثا، وهذا أيضا من الأسباب المهمة التي على أساسها رفض النواب المجتمعون هنا في طرابلس هذه المبادرة المصرية، اللجنة المصرية العليا المعنية بالأزمة الليبية والتي تدير مثل هكذا حوارات ينظر لها هنا من طرف النواب المجتمعين في طرابلس على أنها كيان استخباراتي يهدف بالدرجة الأولى إلى تثبيت أركان مشروع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو ما يتضارب بشكل كلي مع أجندة ومع توجهات النواب المجتمعين هنا في طرابلس والذين يقفون على طرف النقيض مع هذا المشروع. طيب خليل، ممكن بشكل مختصر تشرح للمشاهد المصري الواقع السياسي الليبي، ليه في برلمان بيرفض اللقاء المصري وليه في برلمان ممكن يوافق، خاصة أن مصر استضافت بالفعل حوالي 80 برلماني قبل 3 شهور من الآن، ممكن تشرح بشكل مختصر ليهم؟ نعم، البرلمان الليبي كان منعقدا في طبرق بعد نقاش كان فيه تضارب في وجهة النظر حول شرعية اجتماعه في طبرق بالنظر إلى الوضعية الأمنية المتردية التي كانت تشهدها مدينة بنغازي طبقا للإعلان الدستوري الذي صدر إثر سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. الإعلان الدستوري يقول أنه البرلمان بعد انتخابه لابد أن ينعقد في بنغازي، وهو ما لم يحصل بسبب الأوضاع الأمنية المتردية آنذاك عام 2014 إثر انتخاب هذا البرلمان. انعقد البرلمان في طبرق، هناك نواب أيدوا هذه الدعوة واجتمعوا في طبرق، وهناك نواب مقاطعون، وظل الأمر كذلك إلى حدود اتفاق الصخيرات الموقع في 17
من ديسمبر عام 2015، وأصبح برلمان تبرك جزءا من تركيبة اتفاق الصخيرات شأنه شأن المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي. وتواصل الأمر على تلك الحال إلى حين قرار حفتر أو خطوة حفتر بالهجوم على العاصمة الليبية طرابلس. جزء من النواب المجتمعين في تبرك انسلخوا من مجلس النواب المنعقد هناك واجتمعوا في طرابلس، وكذلك النواب المقاطعون منذ سنة 2014 لأشغال البرلمان الليبي أيضا عادوا واستأنفوا نشاطهم البرلماني وانضموا إلى البرلمان المنعقد هنا في طرابلس. هناك 73 نائب الآن في هذا البرلمان المنعقد في طرابلس، هناك بين 25 و30 نائب يترددون على برلمان تبرك، وبقية النواب مقاطعون بشكل غير رسمي لأشغال البرلمان الليبي. للتذكير كذلك فإنه كانت هناك مبادرة قادها البرلمان المصري وكذلك اللجنة المصرية المعنية بالأزمة في ليبيا، كان ذلك في يوليو تموز الفارط، تم دعوة عدد من النواب الليبيين المؤيدين لمشروع حفتر إلى القاهرة، وآنذاك أثارت هذه الدعوة استهجان النواب الرافضين لمشروع حفتر وخاصة الرافضين لتحركه صوب طرابلس وضربه عرض الحائط مثل ما يقولون بكل الاتفاقات وباتفاق الصخيرات وبكل الترتيبات التي سبقت انعقاد مؤتمر إخدامس. للتذكير فإنه هجوم خليفة حفتر وقع في 4 أبريل نيسان من العام الجاري، أي 10 أيام بالتحديد قبل مؤتمر كانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا تعد العدة له منذ فترة طويلة ليعقد في 14 أبريل نيسان الماضي. طيب خليل، من واقع وجودك في ليبيا ومن واقع متابعتك لهذا الملف، إلى أي مدى بتؤثر الأحداث الأخيرة والمواقف الرسمية المصرية على العمالة المصرية الموجودة في ليبيا؟ نعم، جزء كبير من العمالة المصرية المتواجدة في ليبيا غادرت ليبيا منذ العام 2014 بعد تدهور الوضع الأمني إما شرق البلاد أو غربها، لأنه لم يثبت في المحطات السياسية التي أعقبت محطة العام 2014، نتحدث أساسا عن عملية فجر ليبيا وانطلاق عملية الكرامة، لم يثبت أن العمالة المصرية باستثناء حدث تنظيم الدولة في سرت، لم يثبت أن العمالة المصرية كانت ضحية لتجاذبات سياسية في العلاقة بالموقف من النظام المصري إما شرقا أو غربا، لم يثبت أن كانت هناك حوادث ربما اختطاف أو ضغط أو ربما تأثير على واقع العمالة المصرية المتواجدة هنا في طرابلس إما في بنغازي في المنطقة الشرقية بشكل عام أو كذلك هنا في طرابلس في المنطقة الغربية بشكل عام، لم يثبت أن حصل هذا، وبالتالي من المستبعد أن تؤثر مثل هذه التجاذبات التي ليست وليدة اليوم في الحقيقة. الموقف من النظام المصري هنا في المنطقة الغربية من ليبيا لم يتغير منذ سنة 2014 تقريبا، كذلك الشأن منذ انطلقت عملية الكرامة في 15 مايو من عام 2014 في كلا المعسكرين، الموقف من النظام المصري هذا يعتبره صديق وهذا يعتبره ربما طرفا في إذكاء الحرب وفي إذكاء الصراع، لم يؤثر ذلك على واقع العمالة المصرية، ولا أعتقد أنه ربما مثل هذا التجاذب الذي سبق أن حدث في السابق في علاقة بدعوة مصرية أيضا منذ أشهر الاجتماع البرلماني الليبيين في القاهرة لم يثبت أن أثر هذا على واقع العمالة المصرية، ولا يعتقد أن هذا الموقف من الممكن أن يؤثر على واقع المصريين هنا في ليبيا. بنشكرك، كنت معنا من طرابلس خليل كلاعي مراسل التلفزيون العربي في ليبيا، شرفتنا خليل وشكرا وأهلا بك مرة أخرى. دكتور عاطف، شكرا لسعة صدرك وانتظارك معايا، وخلينا نبدأ من الموقف الرسمي المصري والرئيس السيسي. الرئيس السيسي التقى بالفعل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق عدة مرات في مصر، ومصر كل مرة بتكرر أن هي بتدعو للحل السياسي اللي بضم جميع الأطراف في ليبيا. إيه الأسباب اللي دفعت برلمان طرابلس لرفض الدعوة اللي قدمتها مصر اليوم؟ طبعا الموقف المصري يتسم بازدواجية واضحة، وهو الموقف المصري يدعو كما نعلم جميعا إلى دعم وتأييد تسليح وتمويل جانب من الصراع في ليبيا على الحكم، جانب الجنرال خليفة حفتر، يؤيده أيضا سياسيا. نحن نتذكر كيف أنه بطلب من الرئيس السيسي أجرى الرئيس الأمريكي ترامب مكالمة هاتفية مع خليفة حفتر، واعترف الرئيس ترامب بأنه إنما فعل ذلك بطلب من الرئيس السيسي. اعتذر الرئيس ترامب بعد ذلك عن هذا العمل، بالنظر إلى أن الموقف الرسمي الأمريكي والدولي ما زال يدعو إلى الاعتراف ب
حكومة معترف بها دولية تؤيدها الأمم المتحدة وهي حكومة الوفاق الوطني، ولكن الازدواجية المصرية أيضا تدعو إلى إقامة صلات واتصالات وتواصل مع حكومة الوفاق الوطني، لكن هذه الازدواجية في واقع الأمر تضفي قدرا كبيرا من الريبة من الارتياب على حقيقة النوايا المصرية. يجب أن نعترف ونقدر أن ليبيا مهمة بالنسبة للأمن القومي المصري بالنظر إلى الوضع الموقع الجغرافي والحدود الطويلة بين البلدين والميليشيات المسلحة العديدة في داخل ليبيا وأثر ذلك على الأمن القومي المصري. ولكن يجب أن أضيف أيضا أنه بالإضافة إلى هذه الازدواجية في الموقف المصري هناك ازدواجية بين النواب الليبيين. نذكر أنه في شهر يوليو تموز الماضي جاء إلى القاهرة حوالي 70 من النواب البرلمانيين الليبيين تلبية لدعوة مماثلة من الحكومة المصرية، وهذه المرة أيضا ورغم الرفض الرسمي الصادر عن البرلمان الليبي نجد أن عددا عشرات من النواب الليبيين سوف يشاركون في تلبية الدعوة المصرية. طب زي ما حضرتك ذكرت دكتور عاطف، يعني مصر بتشارك حدودها الغربية لأكثر من تقريبا من 1000 كيلومتر ما بينه وما بين ليبيا، وبالتأكيد مصر بتسعى لتأمين حدودها الغربية والأمنها القومي، ويعني الموقف الرسمي بيقول إن حفتر قدم بالفعل خدمات مهمة لتأمين دي زي تسليم هشام عشماوي لما تم القبض عليه في درنا ومصر طلبت إن هي تسلمه. هل مصر اختبرت إذا كانت حكومة الوفاق تقدر تقدم نفس الخدمات وإذا كان برلمان طرابلس يقدر يحمي برضو الحدود الغربية مع مصر ولا لأ؟ المشكلة تتفاقم في واقع الأمر. نحن نتجه صوب نموذج سوري في ليبيا إن لم نكن قد أصبحنا سوريا مرة أخرى، لأن الأطراف بالإضافة إلى الأطراف الداخلية المتناحرة داخل ليبيا هناك الآن التدخل الخارجي، يعني مما جعل الموقف المصري ينحرف بعيدا عن حكومة الوفاق الوطني رغم التأييد النظري المصري لهذه الحكومة مع بقية المجتمع الدولي على الأقل. نجد أن الموقف المصري تأثر كثيرا بالتدخل التركي، وأنت تعلمين كيف هي العلاقات المصرية التركية وكيف هو الارتياب المتبادل بين القاهرة وأنقرة. فعندما تدخلت تركيا لدعم وتأييد وتسليح وتمويل حكومة الوفاق الوطني هذا أغضب مصر وبالتالي أبعدها شيئا ما عن حكومة الوفاق الوطني. إذن نحن لدينا صورة مصغرة ربما حتى الآن من التناحر وتدخل الخارجي الذي نشهده في سوريا يكرر نفسه هنا الآن في ليبيا وبالتالي يؤثر على الموقف المصري. طب دكتور عاطف، ايه تحديدا اللي بتسعى القاهره لتحقيقه بطلب الاجتماع ده مع البرلمانيين قبل لقاء برلين المتوقع ان هو يحصل في هذا الشهر واللي هيضم كل الدول المعنيه بما يحدث في ليبيا؟ دعيني كما ذكرت قبل قليل، مصر رسميا تدعو إلى سياسة متوازنة، أي أنها تدعو إلى علاقات طيبة مع كافة الأطراف المهمة في منظومة الحكم في ليبيا، الحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني أو ببساطة فئة خليفة حفتر. ومصر لها هدف تسعى من وراء التحقيق من وراء هذه الدعوة التي تكررت الآن للنواب الليبيين، هي تحاول في واقع الأمر اجتذاب أو لم شمل مجموعة من النواب الليبيين من الطرف الآخر إلى التعاطف مع الموقف المصري. هي تحاول اجتذاب هؤلاء لكسبهم لصالح المفاهيم المصرية للحل المفترض أن يجري في ليبيا. من جانب آخر نجد أيضا أن هؤلاء النواب الليبيين الذين يذهبون إلى القاهرة لديهم هدف معاكس أيضا وهو استمالة مصر إلى
حل وسطي يؤيد بصورة أقوى حكومة وحدة وطنية، حكومة شرعية، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي، الحكومة القائمة الآن. فبالتالي هناك ممكن نقول بالمصري كده يعني استغلال للفرص المتاحة من الجانبين، من جانب الحكومة المصرية ومن جانب النواب الليبيين. طب دكتور عاطف، واقعيا ما مدى ثقل مصر الحقيقي في السياسة الليبية لإحداث أي تغيير؟ الموقف الحقيقي المصري بدون شك، أنا لذلك استخدمت كلمة موقف مصري نظري عندما تحدثت عن تأييدها ورغبتها في التواصل مع حكومة الوفاق الوطني، لكن الموقف الحقيقي المصري يؤيد ويسلح ويدعم ويمول الجنرال خليفة حفتر لسببين. السبب الأول هو أنه جنرال، رجل عسكري، ولدينا في مصر رجل عسكري وجنرال سابق، ومصر بطبيعة هذه التركيبة العسكرية تميل إلى العسكريين كما هو الحال في بداية الأمر في السودان على سبيل المثال. كانت مصر في السودان تقف مع المجلس العسكري، ولكن من ناحية أخرى هناك سبب آخر، وهو أن الأمن القومي المصري يهدده تواجد عدد كبير من الميليشيات المسلحة، معظمها في واقع الأمر ميليشيات دينية متشددة. وأنت تعلمين المعارك التي تخوضها مصر في سيناء وفي أماكن أخرى مع الجماعات الدينية المتشددة. إذن هنا يأتي توافق بين الرغبة المصرية في مكافحة الإرهاب ورغبة الجنرال خليل حفتر المعلنة على الأقل في مكافحة الإرهاب والقضاء على كل هذه الميليشيات. بطبيعة الحال هذا الموقف المصري يؤدي أيضا إلى تدخل مصري في الشؤون الداخلية الليبية ترفضه أطراف عديدة في ليبيا، على رأسها طبعا حكومة الوفاق الوطني وأيضا عدد كبير من النواب البرلمانيين في ليبيا. يعني حتى عندما تدعو مصر الأمم المتحدة إلى التدخل إلى مجهود للقضاء على الميليشيات المسلحة، رغم كون هذا مطلبا مشروعا وليس تدخلا في واقع الأمر، بالنظر إلى أن هذا هو أيضا مطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تجدين أطرافا عديدة داخل ليبيا تتهم مصر بالتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا. بنشكرك، كنت معنا من واشنطن دكتور عاطف عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. شرفتنا دكتور عاطف.